بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل مكان. كثيرة هي الأفراح في حياتنا، في كل يوم نسمع أن فلان قد تزوج وفلانة قد تزوجت، فلان حدث معه ذلك، فلانة قد حدث معه ذلك. الكثير منا يقول أن الزفاف كان رائعا، وأن ضيافة العرس كانت مميزة، أن الذهب الذي أحضره العريس كان باهرا للجميع، أن الفتاة العروس كانت في أجمل حلة، أن الشاب كان أجمل شاب في تلك الليلة ومن تلك الأمور، والجميع يقول ما شاء الله وتبارك الرحمن. فإن دخل الشاب بزوجته حدثت مصيبة ليس لها أول ولا آخر. ترى برأيكم لماذا؟ أعطيكم قصة عروسين وما حدث معهم في ليلة الدخلة. بعد أن عاش ذلك الشاب والشابة أجمل لحظات الخطبة فيما بينهم، وتبادلوا ما تبادلوه من كلام الحب فيما يرضي الله، وقاموا بتجهيز أمور الزفاف من المنزل والعرس والفستان وبدلة العريس وما سيقدم للضيوف في الزفاف، مرت الأمور كلها كما يجب، ورقص العريس والعروسة والجميع كان متهللا مستبشرا والتقط الصور الجميلة، وانتهى الأمر وكانت نهاية كل ذلك كما في كل شاب، أن دخل ذلك الشاب والفتاة إلى منزلهم وأقفل الباب عليهم لوحدهم. هذا ما يحدث مع كل الشباب. انظروا ماذا حدث في الغالب في هذا الذي نراه في هذه الأيام. عن زين المستمعين والمستمعين، جلس هو وإياها كانا منفردين، قال لها ما قال من كلام جميل، وكانت هي متوترة جدا وخائفة جدا. ربما الشاب لم يستوعب فكرة أن تلك الفتاة خائفة، قد كانت فترة الخطبة تقريبا 5 أو 6 أشهر، بنظرها أنها كما يقولون باللهجة العامية أخذت وجه عليه، لكن الحقيقة أن تلك اللحظات تكون عصيبة جدا على أي فتاة في الدنيا مهما كانت مرتاحة للشخص. يبدو أن الشاب نسي أن يقوم بشيء مهم وضروري في تلك الليلة، أمر ينسى كل الشباب المسلمين الآن في الغالب أن يقومون به في تلك الليلة، وهو أمر ضروري أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقوم به. انتهى من كل كلامه الجميل ومن عشائه المميز مع خطيبته، واندفع بشكل فوري باتجاهها. هي لم تستطع أن تتقبل الفكرة، ربما حدث معها توتر نفسي، بدأت تصرخ، بدأت تضرب، بدأت ترمي كل شيء في الغرفة وهو كالمذهول، يحاول أن يهدئها لكنه لم يستطع، وناله الكثير من الضرب والدفع والرفض بكل ما تعنيه الكلمة. وأترك الأمر لمخيلتكم أعزائي المستمعين والمستمعات، وانتهى بها الأمر مغميا عليها وقد أصيبت بحالتين تشنجيتين غريبة. انتهى الأمر بأن أحضروا لها الطبيب إلى المنزل، وأتت أمها وأبوها وبدأ الخلاف بالموضوع، وماذا حدث وماذا فعلتم تلك الأمور، وهو المسكين أصبح في موقف المدافع عن نفسه رغم أنه هو الذي أكر الكثير من الضرب لعروسه. حاولت أن تلمس زوجتك قبل أن تفعل كذا وكذا أنت وهي؟ فنظر الشاب إلى أمه ووالده، والجميع كانوا ينظرون إليه بعيون متفجرة وكأنهم يقولون ألم تفعل ذلك؟ فأطرق الشاب برأسه باتجاه الأرض وقال لا لم نفعل ذلك. فبدأ يقول لماذا لم تفعل؟ ليش؟ ومن تلك الأمور. والطبيب يبتسم ويقول خفوا علي، بالله عليك خفوا على الشاب، الكثير من هؤلاء الشباب في هذه الأيام لا يفعل هذا الأمر، لذلك يحدث معه مثل ذلك التصرف من قبل العروسة. الشاب هو من يحدث معه مثل تلك التصرف، لماذا؟ لأنه يوم يقوم بفعل بسيط جدا أمرنا أن نقوم به، والآن نحن نكنسله بشكل نهائي من حياته. العروس أخذت إبرة مهدئة واسترخت، وأمورها أصبحت جيدة بعد ساعة ساعة ونصف من الزمن. وقام ذلك الشاب والشابة بحضور والديهم. ماذا فعلوا؟ الأكان سأقول لكم. قام الشاب والشابة بالوضوء والصلاة، جعل الشاب إماما لتلك الفتاة وصلى بها ركعتين، ووضع يده على رأسها ودعا دعاء الثوج
لزوجته إذ استقبلها في بيته، فهدأت واتهذنت وكانت مطيعة، وذهب الأهل وقام ذلك الشاب بما يجب أن يقومه كل شاب في تلك الليلة بكل يسر وهدوء. أعتقد أن الجميع الآن فهم ما هو الشيء الذي يلغيه معظم الشباب في حياتهم ولا يقومون بذلك التصرف، لذلك نرى أن الكثير منهم غير موفقين في حياته. نعم، إنها صلاة ركعتي ليلة الدخلة التي ينساها الكثيرون، بل يكنسلها الكثيرون في هذه الحياة. والحقيقة أنه يستحب أن يصلي الزوجان ركعتين تطوعا، لما روي أبو سعيد مولى أبي أسيد قال أنه تزوج فحضره عبد الله بن مسعود وأبو ذر وحذيفة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحضرت الصلاة فقدموه وهو مملوك فصلى بهم، ثم قالوا له إذا دخلت على أهلك فصلي ركعتين، ثم خذ برأس أهلك، أي ضع يدك اليمنى فوق رأس زوجتك، وقل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي فيه وارزقهم مني وارزقني منهم، ثم شأنك وشأن أهلك افعل يجب أن تفعل. وروي عن أبو داود بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيره وخير ما جلبته عليه وأعوذ بك من شره وشر ما جلبته عليه. لا مانع من أن يصليها مع زوجته، يكون إماما لها وتصلي خلفه، ولا يشترط لها الغسل إلا إذا كانت على جنابة أو قد طهرت من الحيض، والله أعلم. نعم، ما تم إثباته الآن علميا أن الصلاة تبدد موجات كهربائية أو كهرومغناطيسية سلبية تكون موجودة في جسم الإنسان. هذه الأنواع من الموجات الكهرومغناطيسية والكهربائية تزداد وهي سلبية سيئة، يعني تعطي مزاجية سيئة للإنسان، تزداد عند الإنسان عندما يعاني من توتر شديد أو من خوف شديد، ومعظم الشباب والشابات يكون لديهم توتر في تلك الليلة. الصلاة ولا سيما في منطقة السجود أن تجعل الجبهة على الأرض ملتصقة تماما هي والأنف، تجعل من تلك الحركات الكهرومغناطيسية والكهربائية السلبية تتبدد بإذن الله، ويحل مكانها الاطمئنان والهدوء والسكينة. أما وضع الرجل يده اليمنى فوق رأس امرأته فهو يمنعها نوع من الحنان والحب والأمان، وبالتالي تكون قادرة على أن تستوعب الشخص الآخر وكأنها امتصت منه قدرة نفسية عالية. الكثير مننا يقوم بذلك، لذلك الكثير منا لا تجده متوفقا في حياته أعزائي المستمعين والمستمعات، وقد نسمع أشياء أكثر من ذلك سبحان الله. أريد الآن أن أطرح سؤال على كل من سمع قصتي الآن، هل صليت فعلا ركعتي ليلة الدخلة أنت وزوجتك أم لا؟ هل دعوت لزوجتك في تلك الليلة أم لا؟ هل حياتك فعلا ميسرة وبارك الله لك في زوجتك وأبعد عنك شرها، أم أنك لم تصلي ولم تدعو فأعطاك الله شرها وأبعد عنك خيرها لأنك لم تدعو بذلك في ليلة زفافك؟ شاركونا الرأي، رأيكم يهمنا كثيرا. لا تنسوا الاشتراك في القناة، وإذا أعجبكم المقطع فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، ولا تنسوا التعليقات فهي مهمة لكثير من الشباب والشابات ممن أهملوا هذه السنة المرغوبة والمحببة، والتي أنا أعتبرها أنها فرض واجب وليست أردت فعلتها وإن أردت لم تفعلها فإن بها خيرا كثيرا. تصور أنك تقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. الكثير منا لا يأخذ لا خير زوجته ولا بركتها، وإنما يأخذ شرها وسوء تصرفها فقط لأنه لم يطلب الله خيرها وعاش على شر تلك الزوجة. شكرا لحسن الإصغاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع، ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم، ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد، وشكرا وجزاكم الله خيرا.